الخير عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جيناكم بوصفه لكيك بالموز، ما نطولش عليكم نروحوا للمقادير. اذا بالنسبه للمقادير عندنا 4 حبات تاع بنان مقطعين بهذا الشكل، عندنا 120 غرام تاع سكر، 200 غرام تاع فرينه، نصف ملعقه صغيره تاع بيكربونات، عندنا عصير نصف حبه ليمون، 120 غرام تاع مارغرين، زوج حبات تاع بيض، خميره و قرصه تاع ملح. نروحوا لعمليه التحضير. اذا هنا ناخذوا 4 حبات تاع البنان تاعنا اللي قطعناهم هكذا، نضيفوا لهم عصير نصف حبه ليمون ونسكفجوهم مليح. تقدروا ديروا هذه العمليه بالبغا ولا بالفرشيطه. انا كما نسكرفج البنان ديالي ومن بعد هذيك نتلاقاو في عمليه تحضير الكيك. اذا ناخذوا 120 غرام تاع زبده، نضيفوا لها 120 غرام تاع السكر، نخلطوهم. هنا دوكا نزيدو زوج تاع البيض، دوكا نزيدو البنان تاعنا اللي سكرفجناه. نروحو نزيدو لها الفرينة مع البيكربونات والخميرة شوية بشوية ونعودو نولو. بالنسبة للفرينة تاعنا نضيفو لها البيكربونات وجوج ملاعق كبار صغار تاع خميرة كيميائية. ونروحو نضيفوها للخليط ديالنا. ميتين غرام، ندخلوها في الخليط. اذا خذوا مول تاع كيك كيما هذا، ديروا له الزيت وديروا له الفرينه ونروحوا نديروا الخليط تاعنا فيه. اذا هاوليك الكيك ديالنا، دوكا نروحوا نديروه في الفرن اللي كنا سخناه مسبقا على درجه 180. اذا هاوليك الكيك ديالنا بعد ما خرجناه، دوك نروحو نديرو طريقه تزيين بسيطه اللي هي سكر غلاس برك نرشولو من الفوق. اذا هذه هي الوصفه تاعنا لنهار اليوم، الكيك ديالنا هاوليك. اذا عجبتكم لا فيديو ديروا لنا جيم وخلوا لنا كومونتير، وما تنساوش تابونيو على لاشين ديالنا وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله.